أولا، المكرمون من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسام العمل من الطبقة الأولى، السيدة سحر عثمان عبد اللطيف حفناوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية. برز دور كبير لها في العمل النقابي من خلال المواقع النقابية التي شغلتها على المستوى المحلي والعربي. السيد رمضان مصلحي عبد العزيز مصلحي، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقا المراقب المالي للنقابة، تميز في دوره بالعمل النقابي حيث حظي بتقدير زملائه خلال ممارسته للمهام النقابية. السيدة شيماء عبد المنعم محمود إبراهيم، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نموذج للمرأة المثابرة والمجتهدة في عملها، حيث لعبت دورا كبيرا كأمين صندوق للجنة النقابية بشركة قها. ثانيا، المكرمون من القطاع العام موطي الامتياز من الطبقة الأولى، السيد عادل عبد الرحمن سيد أحمد من العاملين السابقين بوزارة الطيران المدني، حيث شغل منصب مدير عام بدرجة كبير كتاب بالوزارة، أحد أكفأ العمال السابقين البارزين والمتميزين في عملهم ويتصف بالكفاءة والالتزام. موطي الامتياز من الطبقة الثانية، السيدة منيرة محمد محمود الشياتي من العاملات السابقات بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حيث شغلت منصب مدير إدارة شؤون الخدمة. نالت تقدير الجميع نتيجة احترافها ودقتها في العمل. السيد أحمد طلعت عبد الجواد صاجة، محاسب بالإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام وزارة القوى العاملة. عرف وسط زملائه بالأخلاق الرفيعة والإخلاص في العمل وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليه على أكمل وجه. السيد محمد عصمت مسعد شملول، إخصائي موارد بشرية بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي بديوان عام وزارة القوى العاملة. اشتهر بالتعاون مع زملائه على صعيد العمل، كما لم يقبل بأي استثناءات بالعمل رغم حالته الصحية. السيدة شيرين فتحي إسماعيل محمد، مدير إدارة بإدارة الإعلام بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، تحدت كافة الظروف التي واجهتها وتفوقت في عملها بالرغم من فقدها لبصرها، كما قامت بحفظ القرآن الكريم حيث تقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة بطريقة برايل. عشان مصر متفقين لو يقابلنا هنا
ثالثا المكرمون من القطاع الخاص وسام العمل من الطبقة الثالثة السيدة رشا عبد السلام عباس إبراهيم صاحبة مشغل خياطة ببني سويف، نموذج مشرف في عملها حيث تلقت دورة تدريبية بأحد مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة مما ساعدها في عمل مشروع خاص بها. السيدة زينب عبد الله عبد المعطي عبد المجيد أول سيدة حاصلة على مؤهل جامعي واختارت العمل كسائقة لسيارة ميني باص تابعة لإحدى شركات السياحة، وهي أيضا عضو نقابة النقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، نموذج للمرأة المصرية المكافحة التي تقوم بعمل شاق. السيد يوسف السيد إبراهيم منصور مشرف إنتاج ثاني بمصنع الشرقية للسكر، تميز في أدائه لأعماله كعامل بشركة الشرقية للسكر وعرف عنه الانضباط والجدية. السيد درويش مصطفى محمد درويش مندوب زراعة ثالث بمصنع الشرقية للسكر، مشهود له بالتفاني في أداء عمله ويشهد له الجميع ورؤساؤه أيضا وزملاؤه بالكفاءة. والآن